كابتن علاء، يمكن شفنا شوط اول لصن داونز، شوط تاني للاهلي، ولكن في النهايه خسرنا نقطتين. هو الشوط التاني ما كانش الاهلي بمعنى الاهلي، يعني هو كان الشوط التاني رايح جاي، انت اتحسنت شويه عن الشوط الاول، عشان بس نتكلم بواقعيه كده، حسنت شويه عن الشوط الاول، جت ضربه جزاء ضاعت، بتحصل في اي نادي واي لعيبه، جول تعادل و2-1. هنا بقى لازم يحصل المتغير اللي كان لازم يحصل، ان تفكيري اتغير، انا عايز احافظ على 2-1 دي، جات لي انا كنت متاخر 1-0، انا كنت بعيد قوي، الحمد لله ربنا كرمني بقت انا ال 2-1. هنا لازم بقى التغيير يحصل، لازم تغيير لا مش تغيير لعيبه، وتغيير طريقه. مظبوط، انت مش محتاج تقابل الناس دي من قدام قوي عشان تبذل مجهود كتير، انت تلعب الناس دي في اخر 40 يارده بالظبط، زي ما بتعمل، زي ما احنا يعني ايام احنا بنتفرج عليها مع ريال مدريد مش عارف ليفربول وبرشلونه، انت بتتفرج بتقول هي كوره مختلفه ليه؟ لانك اقصى لاعب في 45 يارده بالكتير قوي، فانت حاسس انك بتتفرج على كوره، كوره ممتعه وكوره حلوه انت لا، انت خليت نفس الكلام بتلعب من 18 ل 18 ونفس كميه الجري ونفس كميه المساحات، مع ان كلنا قلنا هنا في بدايه الاستوديو عشان ان شاء الله نكسب المباراه دي لازم الفريق يبقى كتله واحده قريب قوي والمساحات مقفوله، عشان ده فريق لما بتسيب له مساحات بيعرف ينقل كويس، بيعرف يضايقك نقلة تانية عند الجول، نقلة تانية عند الجول. شناوي قبل الهدف شايل انفرادين في كرة واحدة. انفرادين في كرة واحدة عشان بس ما ننساش إن الناس دي برضو هددتنا وتهديد جامد. الشناوي أنقذك في شوط تاني، عشان الناس بس تتكلم على الشناوي. بتحصل على فكرة بس الشناوي أدي الشناوي اللي أنتوا بالظبط كنتوا حوالي من أسبوع 10 أيام شايلينه ماتش الهلال. وكل واحد طلع التنك شوية، كل واحد طلع أصل أنا كلمت الشناوي والشناوي قال للشمس، ما غلط، إيه اللي فيها؟ يعني غلط الشناوي في الهلال، ايه اللي حصل؟ عادي، ما كورتوا غلط في ليفربول وريال مدريد، ايه اللي حصل؟ ضربوه وكل واحد يطلع يعمل نمره، اصل انا كلمت الشناوي والشناوي قال لك لا مش كورتوا بس، وجون اي حد لا وفي نفس الماتش وجون واليسون في جون في اي حد معرض للخطا، بس احنا هنا بنموت في الشو ونموت ان ما غلط يعني هو معلش هرجع لموضوع الشناوي ده، انا اسف بس انا كنت عايز اتكلم فيه بس انا الاستوديو اللي فات ما كنتش موجود. الشناوي غلط، هو الشغل حصل ده ليه؟ هو يعني احسبها كده بالعقل، لو الشناوي غلط الموضوع عادي، ايه اللي فيه؟ غلط، ما هو ده الشناوي اللي شالك النهارده، الشناوي النهارده 70% من التعادل بتاعك النهارده للشناوي، لانك انت هم 1-0 والهدف الثاني ده جه كان الموضوع بقى شبه مستحيل، لازم نتكلم، بتيجي تتكلم على الكوره نتكلم بواقعيه. فالشناوي النهارده ممتاز، الشناوي عادي جدا وبتعمل الحاجه اللي انت بتجدها، بتعمل الحاجه مستواك عشان انت كده موجود في النادي الاهلي، انت عشان كده موجود في النادي الاهلي، وانت عشان كده موجود في منتخب مصر، وانت عشان كده رقم واحد في مصر، وتسكت. انما الهيصه دي والناس اللي بتتكلم اي كلام، وواحد طبعا في ناس بتتكلم عشان توقع الشناوي اساسا، مش بتقول لك مش عشان بتحب الشناوي، عارف انت السم في العسل؟ معروفه يعني الناس دي مين، فخلاص ادي الشناوي النهارده الحمد لله اداك تعادل. ده الشناوي. انت النهارده الماتش راح منك ورجع ورجع لك ب 2-1، يعني هو رجع لك بتعادل، لا ده رجع لك ب 2-1 بهدف ممتاز لحسين الشحات. فكر كويس قوي، عمل الحاجه اللي ما حدش متوقعها ولا حارس المرمى. بعد 2-1 يا ايمن تقفل الجيم. تقفل الجيم وتغير طريقتك. انت مش محتاج تقابل الفريق ده من الاول. خالص محتاج ليه؟ انت مش محتاج، انت كل اللي يهمك ازاي تقفل اخر 40 يارده، 35 40 يارده بس، ودي انت قادر تعملها. مش هتعرف توقف اربعه ونص الملعب والمفراوده ينزلوا، هتعرف. لان اللعيبه لانك هتعرف سبب واحد بس، الفريق ده لما كان مع كابتن شريف ما عندوش غير الطريقه دي، صح. هو ما عندوش غير الطريقه دي، ما لعبش غيرها، ولا بيعرف يقفل ولا بيعرف يعمل حاجه، هو بيحب يعمل من لمسه ولعبه وطريقه، لمسه ولعبه ولمسه ولعبه ويفاجئك بكوره، لمسه ولعبه والكلام ده كله حاجتين بتعملها عشان تقطع الكلام ده، اقفل إيه مساحاتك بس. يعني هي مش محتاجه عبقريه في كره القدم يا ايمن، هي محتاجه انك تقفل المساحات وخلاص على كده. حتى التغييرات اللي انت عملتها لا يعني ممكن اتاخرت فيها شويه، بس انا كان رايي اول حاجه تتعمل بعد 2-1 غير شكل فرقتك، بس الطريقه بس، باي افراد، حتى لو الافراد الموجوده دي اللي هي مثلا في ناس مش فيهمها، لكن على الاقل هو هيعرف يوقف كويس، هعرف اوقف فرقته كويس، وتعالى انت خد انت يعني انت تعالى انت اعمل عايز تعمله، بس انا عارف بعمل ايه. هنا التغيير، هنا الفكر،
انا عارف انا بدافع، وبعد ما دافع انا هعرف ازاي استغل كل كل الثغرات اللي بقت في دفاعك انت، لانك انت بتدور الوقت عشان تتعادل، انت مش عايز انت بتدور عشان تتعادل 2-2. ايوه انا ثلاث نقاط، احنا قلنا كلمه هنا ايمن، قلنا انا ولا عايز شكل ولا عايز اداء ولا عايز حاجه، عايز انا عايز ثلاث نقاط. ايه اللي كان حصل النهارده لو بعد 2-1 مش قفلت زي ما كانت شيء بيقول لك بص ضلمها ضلمها. أيوة. العب بثلاث مساكين وزق بالاثنين اللي قدام واقفل، ما تعرفش تقفل، سهل على نفسك، ما تعرفش تقفل الملعب في اخر 35 يارده، دي اسهل حاجه في كره القدم. أيوة. وهتعرف تعملها لسبب بسيط جدا، انت لعبتك لما بتقطع الكره وتمسكها هتعرف تتحرك، هتعرف تلاقي مساحات، هتعرف تستغل محمد شريف احسن استغلال، هو ده كانوا سايب يتكلم عليه، وكهربا لان سيب بس الاثنين دول على دايره السنتر، هتلاقي المساحات، كهربا مساحات وسرعه ومهاره، نفس الكلام عند شريف بالزبط. فانت كنت هتلعبه بمنتهى الذكاء. هي المشكله ايمن فرحه الهدف الثاني نسيتك اللي بيحصل في الملعب، ضغط على الملعب كله، بس ما ينفعش كده. لازم انا كفرحتي كمدير كوره وراجل مسؤول غير فرحه الناس دي كلها. انا بفكر في اللي انا عايزه، خصوصا ان انت بتلاعب فرقه خطره، انت ما بتلعبش فرقه طبعا جابت جول صدفه، لا لا, لا 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 انت بتلاعب فرقه انت حافظها ومذاكرها كويس قوي وعارف نقاط ضعفها ونقاط قوتها. نقاط قوتها اي حد النهارده كان بيتفرج في استاد السلام عارف الفريق دي تلعب ازاي، مش عايزه محللين على فكره. أي. عارفاهم، وهيجوا لك السنه دي والسنه الجايه لما كابتن شريف بيتكلم. أي. وبعد خمس سنين والله اعلم بقى هو نفس الشكل، نفس التمرير، باص باص باص، بس لما تسيب له مساحات. قفلت المساحات، هو ما عندوش اختيارات كتيره، خصوصا ان عنده اخطاء لما بتعمل عليه ضغط. الشوط الثاني برضو عملت عليه ضغط، هما نفس الاثنين في القلب كنت هجيب جول. فهي كانت هنا المشكله بسيطه جدا، كيفيه التعامل مع ظروف المباراه هو ده اللي بيفرق. انا ما انا مشيش مع الماتش، انا ما بحبش يمشي مع الماتش كده، لا الماتش ده انت عارف انت عايز منه ايه. 1-0 لا ده انا اعمل ضغط عالي واعمل صح ضغط على حد ما اتعادل، اتعادلت هدوء وابدا اشتغل عشان ادور على مكسب، بس ما اسيبش المساحات بتاعتي اللي هي دايما انا بغلط فيها. بعد الهدف الثاني يا ايمن تغيير تماما تماما، مش في افراد، في الشكل. تخيل انت لو قفلت الملعب استحاله الانفراد ده يحصل كده بالشكل، مش هيلاقي المساحات دي، مش هيلاقي. أيوة. انت ولاء الانفراد واللي حصل الجول الثاني ده ان المساحات موجوده. أيوة. انت ما غيرتش فكرك، ما غيرتش طريقتك، لكن كان بعد كل ده كان ممكن اقدر يحصل ان خسرت النهارده. فتقول الحمد لله على التعادل، نقطه احسن من لا شيء، وابدا احضر نفسي، لان في حاجه بسيطه جدا ايمن. انت هتوصل للفرقه دي بعد ما تكون خلصت كل ماتشاتك، اخر مباراه ليك صن داونز في صن داونز، تبقى محتاجها قوي، افهمني، لا هي عادل هتبقى هتلاعب، لا انا اعتقد لا 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 ما انا سالت إيه؟ صن داونز اخر مباراه ليك، اخر مباراه ولا مش اللي بينهي بيبدا، لا 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 الجدول عندي، انت عندك مباراه، انت عندك مباراه مؤجله اللي بتاعه بتتلعب وبعدين صن داونز، لا بعدين هلال كانت المفروض، طب احنا هنجيبها، يا ريت يا ريت الاعداد يجيبها عشان نظبط، دي كانت معايا جدول كده خالص، دي كانت المفروض تبقى المباراه الثالثه لي، انا الثالثه بتبدا بيها، المفروض تروح لسان داونز الماتش الجاي، لا مش هتروح، هتلعب القطن المؤجل، هتلعب القطن وبعدين تروح لسان داونز، هتروح للقطن، هتروح للقطن الاول، ايوه وبعدين القطن، الماتش الثاني هنا القطن، صن داونز القطن، القطن بتاعك اللي متاجل هتلعبه بعد كده، هتروح للقطن بتاعهم، لا 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 القطن صن داونز، ايوه يعني هتاخد القطن اللي كان جاي صن داونز، ايوه اه هتروح صن داونز، لان هو هقول لكم انا هتلعب ازاي، هنلعب القطن مؤجل كويس، وبعدين نروح صن داونز هناك، وبعدين نروح للقطن هناك، وبعدين نرجع للسودانيه. ايمن بعد اذنك، على اتفضل يا اسامه اتفضل، صن داونز ده الماتش الثالث، مظبوط الثالث ده بتنهي بيه، فانت بس عندك ماتش مؤجل هيتلعب قبليهم وهتروح له. أيوة هو يعني طبيعي لو احنا كنا لعبنا الماتش، مظبوط الماتش ده كان صن داونز، ما ده اللي انا بقولك عليه، في النص اللي خلال عليه، ما ده اللي انا قلت عليه، ايوه صح كده، انت كويس، انت في كل الاحوال هتلعب الهلال اخر ماتش، يعني ايوه اخر ماتش هنا، اخر ماتش ليك هيبقى هنا، هنا هتبقى الامور لحد ما 31 او 1 اه لحد ما الامور وضحت عايز انت ايه، لكن انت في ايدك ست نقاط مهمين جدا، تعلقنا مش لازم ده، انت ما فيش مفر، لا ما فيش مفر غير ثلاثه الهلال، ما بس ناخد الاول السته، لا بس انت لازم تاخد قطن قطن، تاخد السته الاول وما تخسرش صن داونز هناك، وصن داونز يعني تعمل احسن نتيجه ايجابيه ليك، يا تعادل يا تكسب، ويا ريت تكسب طبعا، ومالكش دعوه الفرقه الثانيه، يعني سيبك من صن داونز والفرقه الثانيه، وفي الاخر هتلعب الهلال هنا.
هي الحسبه دي امل انت دخلت فيها ليه؟ عشان تكت النهارده وكل سنه بنخش في نفس ثلاث سنين دي ربع على كده كل سنه ماشيين على الوتيره ربع مرة. بس لكن ايام مش يعني مش حاجه حلوه تخش في الحسبه دي لانك انت النهارده احنا كنا ايه عايزين الثلاث نقاط وتبدا بهدوء اصل دايما بتفكر كانت في ايدينا مفكر أيوة. بهدوء غير ما تفكر وانت مضغوط ومستني هشوف الهلال هيعمل ايه مع القطن أيوة. والقطن ممكن يعمل اصلا داون خش بقى في حسبه بيرما وحسابات مع ادي اوقات ان انت اللي هو انت مصيرك مش بايدك انت مستني الفرق الثانيه لكن خلاص بعد كل ده تقول الحمد لله نقطه احسن من لا شيء كان ممكن يحصل اسوأ سيناريو النهارده على اللي حصل النهارده يعني نقطه وابدا ان شاء الله على اللي هو حطيت نفسك في موقف وانت قده قده في ايه؟ انت لعبت متمرسه على كده وانت النادي الاهلي بلعبت النادي الاهلي بادارتك بجماهيرك العظيمه اللي شجعت اللعيبه بعد المباراه ودي حاجه جميله جدا طبعا طبعا جدا وعندك اداره وعندك مدير فني وجهاز فني هيعرف يتعامل ازاي ان شاء الله مع الفتره القادمه ان شاء الله وزي ما بقول لك دايما بقول كلمه هنا كل مباراه فيها ايجابيات وفيها سلبيات سلبيات حاول تطلع منها النهارده ومدير فني مهما كبر ومهما بقى حاجه حتى لكن انا بتعلم كل يوم حاجه جديده عشان كده بقول لك النهارده على قد الايجابيات على قد فيه سلبيات على قد برضه النهارده خدت خبره جديده ان انت في كل اوقات المباراه لازم تتعامل مع فريق منافس ان هو في حاجه بيجدها كويس قوي لازم كنت تقفلها تحرمه منها عارف تحرم ما تحرم حد من حاجه كنت انت تحرمه النهارده من حته المساحات وان هو في بيلاقوا بعض في الملعب ان هم ما بيغيروش ايمن ايوه يعني عارف لو انت لو انت غلبهم 3-0 هيلعب نفس اسلوب اللعب فاهمني نفس الكلام فعشان كده خلاص الحمد لله ونقطة احسن من الاشياء ونبدا ان شاء الله التحضير للقادم ان شاء الله